اهلا بزكريا. كيفك حبيبي؟ تفضل. اهلا وسهلا بزكريا. شكرا. زكريا في عنده قصة مع صديقه يوسف. يوسف كان خاطب اخته لزكريا وبده يتزوجها، ولكن قبل الزواج ذهب يوسف الى ليبيا لعمل واشتغل هناك. بعد فترة الاخ زكريا طلب منه ليوسف انه يجيبه الى ليبيا حتى يشتغل هناك. عمل له ورقه، عمل له عقد عمل لزكريا، ثم سحبوا الى ليبيا وراحوا اشتغلوا هناك. وكان يوسف بعده خاطب اخته لزكريا. بهالوقت سكنوا مع بعض، انما زكريا كان شوي الحقيقه كان طايش، هو معترف بذلك. كان عنده طيش وصير في خلافات دائما بينه وبين يوسف. ذات يوم تضاربا، علقوا ببعض. زكريا ترك المنزل ورجع الى المغرب، ورجع الى اهله ويحكي بالسوء عن يوسف، يقول انه هذا رجل سيء، رجل مش كويس، ومش لازم نزوجه اختنا. المهم انه الاهل رفضوا بعدين ان يزوجوا يوسف اخته لزكريا. شو اسم اختك؟ نوال. نوال، اذا فرطت مثل ما بنقول نحن، فرطت الخطوبة بين يوسف ونوال بسبب الاخ زكريا. اليوم زكريا بعد 3 سنوات جاي املا انه يرجع العلاقة مع يوسف، ثم بركي يوسف بيرجع لنوال. نوال بعدها ما تزوجت؟ ما تزوجت. وبهال3 سنوات ما صار في أي اتصال مع يوسف؟ لا أبدا. أنت حاولت شيء؟ حاولت شيء، ولكن هو رافض يتصالح معايا. رافض. والأهل؟ والأهل تهما يا رافضين باش يتسامحوا معنا وداكشي. نعم. ديك الاسباب ديالهم معنا. نعم. وجهنا الدعوه الى يوسف، بنشوف سوا اذا كان قبل هالدعوه ولا لا. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. الله يخليك اسيدي، كنسول على السي يوسف حجي. هو انت هو السي يوسف حجي؟ ان شاء الله. اللي كنتي كتعيش في ليبيا؟ ايه هو. الاب ديالك هو السيد يوسف حجي محمد حجي؟ هو. معك سيدي فاطمه الزهره من برنامج الاستاذ جورج قرداحي. تشرفين. جبت لك معايا دعوه لحضور البرنامج، واش تقبل الدعوه ديالنا؟ ماشي مشكل. الدعوه ديالي اش نقدر نعرف؟ هذا واحد البرنامج جديد، وبغيناك ان شاء الله تشرفنا في البلاطو ديال البرنامج. ماشي مشكل ان شاء الله. مرحبا. هاك سيدي. شكرا. استاذ جورج، السي يوسف حجي قبل الدعوه ديالك. مرحبا. اهلا وسهلا سيدي، نهاركم مبروك. سلام عليكم. بارك الله فيك. شكرا. العفو. مرحبا بك اخ يوسف. مرحبا بك. يوسف قبل الدعوه، يوسف بالانتظار انه نعطيه اشاره، ولكن بس هيك لخص لكم القصه اللي بين ايدينا. معنا الأخ زكريا والقصة من المغرب. زكريا بيكون أخوها لخطيبة يوسف. زكريا راح على ليبيا لأنه راح يشتغل بليبيا، وكان يوسف عم يشتغل هناك، وطلب من يوسف أنه ياخده على ليبيا. أخذوا يوسف على ليبيا، اختلفوا هناك، تخانقوا. زكريا كان شوي هيك ورش ومتعب وإلى آخره. المهم أنه تضاربوا، كسر له سنه لزكريا. زكريا رجع على البلد على المغرب، وصار يحكي على يوسف انه رجل مش كويس ورجل الى اخره، الى ان فسخت الخطوبه بين يوسف ونوال اخته لزكريا. هلا اجى زكريا بده يحاول يصلح هالخطا الفادح اللي اصاب العائله كلها، واللي اصاب اخته بشكل خاص، ويوسف اللي كان خطيبه. بدنا نشوف، بركي يوسف تجوز، ما بعرف. القصه لها 3 سنوات، راح نعرف هلا نيه، ومنحاول منحاول منجرب. وعدته لزكريا انه منحاول نظبط الوضع. تفضل، خليه يتفضل يوسف. اهلا بيوسف. كيفك حبيبي؟ اهلا بيوسف. سعد بيك. كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل تفضل. اهلا فيك، طمنا.
والله يمين كيف أحوال المغرب؟ والله الحمد لله. إن شاء الله دائما هيك راوي رايق ومستقر وأهله طيبين بألف خير. والله الحمد لله. يوسف أنا بشكرك على مجيئك. بارك الله. قبلت الدعوة وأنت مش عارف شو الموضوع أبدا ولا عارف إيش البرنامج، بقى بشكرك. بارك الله. أشكرك. كيف كان شغلك جديد؟ إيه برنامج جديد. نعم. إحنا بنحبك الحمد لله. الله يطول عمرك وأنا بحبكم. اللي شو كيف كان شغلك في ليبيا؟ تركت ليبيا هلا؟ والله عندي إقامة. الصروف. عندك إقامة في ليبيا؟ يعني أرجع. حترجع؟ إن شاء الله. إن شاء الله. عندك وظيفة هناك؟ والله شركة، شغل في شركة. آه بشركة. شركة. وكم لك وقت تركت ليبيا؟ السنة هاد. ممكن. كم شهر؟ أربع شهور. أربع شهور. أربع شهور. أربع شهور. وقريبا بدك ترجع؟ آه عندي ست شهور في خروج وعودة. نعم نعم بدك ترجع تجدد الإقامة يعني. يا سيدي إن شاء الله، وإن شاء الله الظروف بليبيا كمان تهدأ، لأنه كنتوا عم تشتغلوا وناس تشتغل كانت في ليبيا وفي مشاكل أكيد. يوسف اللي يعني شو صار بحياتك؟ تزوجت؟ والله لحد الآن لا. ما تزوجت؟ كنت مخطوب، كنت خاطب مش هيك؟ كنت خاطب فتاة وربيت سوا أنت وياها وفي مودي وفي حب كنت أنت وياها وانفصلتوا ليه؟ مين اللي مين 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 خبرني؟ اللي قالك؟ ما أنا كل معلومات كل المعلومات أخذتها عنك. طيب يوسف يوسف اسمع 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 مش جايين زعلك نحن روق روق. يوسف يوسف روق ليك. نحن أنا ساعي خير، أنا وسيط خير. تعرف البرنامج شو اسمه؟ قالوا لك شو اسمه؟ اسمه المسامح كريم. بدك تعرف مين دعاك؟ عايز تعرف مين دعاك؟ طلع بالشاشة هناك. زكريا أكيد مش حابب تشوفه. هذا اللي معذبني، هذا المعذبك وهذا اللي خرب لك علاقتك. مزبوط؟ هذا اللي خرب لك علاقتك. هو وين جواب؟ لا لا لا، هو موجود في الخارج، هو بس على الشاشة بتشوفه على الشاشة أنت فقط، مش في الاستوديو. لا لا بس هذا تقلك إيش، رح نجيبه على الاستوديو، رح نجيبه على الاستوديو. بس تعرف سبب مجيئه؟ أولا جاي يعتذر منك وجاي يقول لك سامحني وجاي يقول لك بده يرجع العلاقة كلها زي ما كانت وترجع أنت ونوال زي ما كنتوا وكل هالمسائل. بعت لك رسالة خليني أقرأ لك إياها بالأول. والله شي ولي ولو يكون كتب لي نزار قبين ما نقدرش، وما غاديش يأثر علي. مش حيأثر عليك، مش حيأثر عليك. خليني اسمعك رسالة. بيقول لك أخي الكبير يوسف، يا راجل كنت طوال عمرك حريصا على مصلحتي ولن أنسى أبدا أنك ساعدتني ووقفت دائما إلى جانبي. أنت أكثر شخص في الدنيا سيفهم أن طيشي وتمردي كان سببا فيما تسببت فيه من خلاف بيننا، ولأنك تعرفني جيدا فأتمنى أن تصدق أني كبرت وعرفت خطأي. ندمي على خلافي معك كبير، لكن أكبر منه ندمي على تفريقي بينك وبين أختي وبين عائلتينا، وهو ما أريد أن أصلحه وأريدك أن تساعدني في ذلك. أنا أخطأت في حقك أمام الناس في الغربة، وها أنا أعتذر لك أمام ملايين الناس ليعرف الجميع أنك صاحب فضل علي وأنك أنت نعم الأخ. يوسف أرجوك أن تسمح لي
أن أعيد السعادة لعائلتينا بأن تسامحني. والمسامح كريم يا صديقي. خلاص خلصت الرسالة. هات يوسف، نبغي نشوفه. يوسف أكيد 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 أنه هذا الولد كان طايش، صح ولا لا؟ أشوفه بس أنا. حنشوفه عيوني، بس هذا الولد كان طايش واضح، وأنت إنسان آدمي وطيب وباين على وجهك، باين من تصرفك وباين من أخلاقك وباين من وجهك، وساعدته واعترف هو أنك أنت أخذته على ليبيا وعملت له عقد عمل وراح اشتغل هناك وجلسته سوا سكنته معك، بس كان متمرد وكان طايش. أستاذ لو حد حيلك شي حاجة عزيزة لك. نعم. طيب هو سامعنا بركي بيحكي، خلينا نسمع. يا زكريا تفضل احكي له، احكي له ليوسف، هلا عندك مناسبة تحكي له قبل ما خليك تشوفه. وين هو؟ برا فوق. انت اقعد خليه يحكي لنا. احكي تفضل يا زكريا. يوسف اسمعني يا يوسف، اسمعني يا يوسف. طلع فيه غلط. طب اسمح لي. ما قدرش. زلمه كسرت له سنه، ما تكسر له سنه الثاني. والله احسن. او تكسر له سنانه كله. والله احسن. انا لو شفته دابا ايه ممكن بدك تضربه؟ نقدم ليه بجوج. لا يا ولا يوسف، انت انسان خلوق، انت ضيفي هون ولو. طيب ما انا، ما هو طلب، نحن ما بنعرف شو التاريخ، نحن مش عارفين شو العلاقه الاساسيه، نحن بنحاول نصلح ذات البين ونعمل خير. والله خلينا نسمعه شوي. انا جيت لهنايا باش نطلب من يوسف باش يسمح لي، واذا كان ممكن سي استاذ جورج باش تعاوني باش يسمح لي. عم بعاونك اكثر من هيك، شو بدي اعاونك؟ جينا احكي تفضل. لان يوسف اللي قالوا عليا ماشي قليل، وانا درت فيه بزاف، اديته بزاف، وعاوني جزاني بزيان، دار لي جزاء مزيان، وكان تيدير فيا الخير، وكان تيدير فيا شحال من حاجه، وكنت كنعتبره كمثابه اخ الكبير، كنعتبره اخ اللي ما ولدتش لي الام ديالي، ودار فيا الخير وكل شيء، ولكن انا ما درتش فيه الخير كيف دار لي هويا. طلع شو وانايا واخا نضل نقول بانني راك اديت بزاف، كنطلب منك بأنك أستاذ جورج باش تكلف لي بهذه المهمة. والله أنا رح حاول زكريا يعني، بس أنا ما بقدر أعمل معجزات يعني، بتعرف أنت أذيته كتير ليوسف، أذيته كتير، أنت طلعت عليه أخبار كتير ورجعت على البلد، ويعني حتى أختك غيرت نظرتها فيه. هلا إيش وضع أختك؟ خبرني، أختك بعدها ناطرة يوسف ولا خلاص بركي في عندها حدا في حياتها؟ أختي عرفت لأول مرة في حياتها، عرفت يوسف، عرفت على حب وصدق. طيب اليوم شو وضعها اختك نوال؟ وضعها عايشه في الجحيم بسبب ديالي، وانا هو السبب، لاني ما كنتش مخلص ليوسف، ويوسف واحد الرجل ما كيتصورش، ما لقاش شي واحد بحاله في العالم كامل، ما لقاش شي واحد بحال يوسف. طيب اللي شغلي فينا نرجع يوسف ونوال مع بعض؟ لو ساعدتني يا أستاذ جورج يكون خير إن شاء الله. والله أنا عم ببذل جهدي يا حبيبي، خليك قاعد. لا مش موجود هو، اقعد عادي يا زلمة، تكلم معاه يا أخي، تكلم معاه، اقعد شوي. هلا بدي أحكي أنا، أول شيء بدي أحكي أنا وياك، نتفاهم أنا وياك ولو يا يوسف، نحن بدنا نحكي رجال مع بعض. شوف استاذ، انت على راسي من فوق، سلامة راسك. لو مش دعوتك ما منجيش. بعرف والله، انا شاكرك، انا منجيش، وانا مقدر، وانا انبسطت وشفتك هيك وجهك الحلو والصبوح ودخلت لهون، انا استبشرت خير. ما بحال هذا النوع الوجه كيبدلوه. بس هو قال 4 سنوات تغير، تعلم، هذا صغير، كان صغير، ما انت بتقول ربيته صغير، وعم بيقول لنا انه بعد نوال ما ربيتوش. مش انت كبير؟ لا مش انت كبير، مربي ما يعمل، ما طلعش هيك، ما طلعش من الاخر. انت عندك اخوان؟ عندك اخوه وعندك اخوه؟ الحمد لله في الله يخليهم. الحمد لله. هلا لي في قصه، هذا الرجل اجى واعتذر ونادم، وهل انت مستعد تسامحه مثلا؟ صعب. صعب والله، صعب، مش قادر تكبر على هالاذى والله. هلا صعب. ليه تقلق؟ لو في حاجه ثانيه ممكن، لو سرقني
عادي سامه والفلوس تمشي وتجي. نعم. مش مشكل يعني يوسف. انا 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 ممكن اربع سنين ده. خليني اقول لك شيء، هو معذبني. نعم طبعا اربع سنين وانت متعذب اكثر، متعذب من خيانته ومتعذب من ضياع نوال، ما هذه القصه خائن ودابا رساله ما تكفيش. لا ما عم يحكي، والله رساله غير ما تكفي، غير الرساله حكى تكلم. والله انا ما سمعتوش ولو والله ما نقدرش نسمعه، لانه سبحان الله ما زي ما تقول ما نحبوش من الاخر. الله. طيب انا اذا كان توعدني بضلك قاعد هون ووعد شرف ما بتتحرك، خليهم يجيبوه بتشوفوا. لو ما لو امس ما تجيبوش كيف؟ لو امس زيك ايه؟ نوقف. ايه وقف بس بتضل هون وهو بتوقف جنبي بس ما بتمد ايدك عليه. فرجاني هو السنين هون كسر له اياهم بعده لهلا ما ركب غيره. والله يا قليل بعد ما ركب غيره بقى ترجع يعني مصيبه ترجع تكسر له الباقي. طيب يوسف بدك نندهله بيجي؟ اه لازم نشوف بس بتضلك قاعد. طيب خلي 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 يجي يوسف. زكريا خلي يجي زكريا. دهوله بس يحضر افتحوا الستار. استاذ جورج ممكن تجي عندي؟ لا ممكن تجي عندي؟ لا لا خليك عندك ما شاء يتحرك. وعدني ما بيتحرك ما راح يتحرك. وعدني وعدني. لا تقعد استاذ جورج كسر لي سنه. اقعد انت اقعد. يوسف يوسف انت وعدتني ها وعدتني. اسمع وعدتني اقعد هون. اقعد يوسف. استاذ جورج ممكن تجي عندي؟ بس اقعد. يوسف يوسف قوم يا رجل. اقعد يا رجل اقعد يوسف. احكي معه بس. يوسف انا اسف. يوسف يوسف انا ماشي من السهله يوسف باش نجي من المغرب هنا نطيح بالكرامه ديالي بالإمة ديالي ونجي عندك باش تطلبني نسمع، ولكن انت عزيز عليا. انت قول لشي دريه ديك الهضره. انت انا راه يوسف اسمح لي يا يوسف. يوسف ممكن استاذ ممكن يا اخي نمشي جنبه بس. لا يا يوسف خليك حبيبي. والله وحشني. احكي له احكي له والله احكي له احكي له بك تحكي له. وشرف ابوك احكي له بك تحكي له. خلص خلص مش عم نمزح احنا هون. احكي اللي بدك تحكي له اياه. قل له اقعد هون جنبي احكي له. يلا سؤال سؤال طلع فينا هون زكريا. في جوج كلمات بس. جوز كلمات. علاش عمل معايا هكا؟ اه قل له علاش عملت معه هكا. بسبب قيس ديالي يوسف. كنت صغير ما عارفش. الجواب ما مقنعش سبحان الله العظيم. يا خي الطيش كيف مش مقنع؟ يوسف عمره كيف بعمره مش طايش؟ وكثير رجال اكبر منه بيكونوا طايشين. استاذ جورج. استاذ انا عملت معاه الخير. صح. انا لو كنت مكانه وعمل معايا الخير يمكن ليش ردوا لي بالشر. انت غيره. انت غير هو. انت ما كنتش طايش. هو طايش. قول استاذ جورج لو عارف شي شنو اللي دار فيها يوسف ما غتصورش. دار فيها الخير ودار فيها شان حاجه. ولكن انا ما زيجيزوش بنفس اللي دار لي الخير وداك الشيء. انا جازيزو بالشر ماشي كيف دار فيه. يعترف الصبي احكي معه. اعتراف مين يا اخي؟ اعترف. ايش بدك؟ طيب بدك تقتله؟ والله احسن. والله احسن تروح على السجن لك يا يوسف. ما هو السجن عادي. طب خلص ما هو السجن. انا دابا لحد الان اجى يعتذر منه. لحد دلوقتي بعيش بالمصريه. انا كنتكلم بالمصريه لحد دلوقتي. هلا اجى الزلمه. هذا راه كلمني كاع اللغات. هذاك تشوفه والله انك انت بتحبه. هذاك وكان هذا برنامج في الصين غتكلم معاه بالصينيه. والله انك بتحبه. انا عارف انت عم بتكابر بس انت بتحبه. وانت هلا بدك تجي تفقعه كف وتبوسه. انا عارف. انا ابوسه. ايه طب ممكن لو جا عندي مترو ما يضمنش روحه. مترو مترو. لا لا هلا ني خلص خلينا. لا شوف هلا حكيت معه كملوا اذا بدكم الحكي. زكريا احكي له ليوسف قل له اذا بدك تقول له ايه اذا ما في صلح بنرجع بنسكر الستار كل واحد منكم بيرجع على المغرب. لا استاذ جورج جيش من المغرب باش
تدخل بيني وبين يوسف باش تصالحني. انا ماشي جيت لمصر على والو، جيت باش تصالحني. انا يوسف كيعني لي شي حاجه كبيره في حياتي. يا جماعه خلاص سكروا لنا هالواحد احسن. هو خلاص يوسف انا جيت هكاك يوسف. خلاص زكريا حكيت اللي لازم تحكي، لانه يوسف. يعني صار لنا يوسف انا ماشي جيت لمصر على والو، جيت باش نتصالح معاك، باش نرجع داك الحب اللي كان ما بينك وبين اختي وما بين العائلتين. كيفاش غترجعوا؟ ما فهمني، ما فهمتش انا. غترجعوا بالكلام؟ بالقول والفعل يا يوسف. يوسف فين القول والفعل؟ اتكلم شناهو، قول لي الفعل. انا القول انا كنوعدك، انا كنوعدك، انا كنسمع فيك، انا كنوعدك قدام استاذ جورج وقدام الجمهور كامل وقدام العالم كامل اللي غادي يشاهدنا بانني صافي تغيرت. يوسف شو بدك بالفعل؟ عملت عبالك لك قل له بالفعل. كيف يعني بالفعل؟ وكلام بالفعل. طيب اسمع يوسف، خل ايش الفعل؟ شو انت ايش الفعل يعني؟ ايش بده يعمل لك بالفعل يعني؟ بده يعطيك فلوس؟ ايش بده يعمل لك بالفعل؟ جاي الزلمه واجا واعتذر واعرب عن اسفه وطلب منك تسامحه وحكى لك عن نوال وحكى لك. خلص اذا انت ما بدك شو بدك يعني؟ شو بدي يعني عن جد؟ انه انا لاول مره بتعب هالقد. انت مسامح يا يوسف علاش؟ ارجع عد له نفس الكلام اللي قلته. شو اتفقت مع العائله قبل ما تجي؟ قل له اياها. انا تكلمش مع الاهل ديالي قبل ما نجي لمصر. نعم. وخصوصا نوال، باش نرجع هذاك الشيء اللي تكسر نرجعوه كيف كان. نعم. اللي كنت انا هو السبب ديالو داك الشيء كيفاش تكسر. نعم. واتفقنا باش نرجعوا داك الشيء اللي كان ونديروا الخطبه. نعم. وانا من هذا المنبر خطب لك اختش ديالي. نعم. انت تقسم على ذلك يعني؟ اقسم بالله انا على خاطبي. نعم. اقسم يعاود يقسم ما؟ ايه ايش بدك؟ ايش بدك؟ ايش بدك؟ اقسم يقسم حتى يقسم كيف يعني؟ اقسم يقسم بدك يقول يقرا بدك يقرا الفاتحه. شو بدك يعمل؟ الفاتحه بعدين. بعدين؟ بعدين. طيب اقسم يا اخي، قل له قل له انك بتقسم. اقسم بالله بانني خطب لي اخت ديالي. شو؟ ايه رايك؟ ممكن. معقول؟ بتسامحه؟ إن شاء الله. إن شاء الله. مسامح كريم؟ مسامح. مسامح كريم. يلا يا زلمة، بدها هالقد، بدها هالقد نوال مطرقات. يلا خير، تعال تعال يا كسر. يوسف ممكن؟ لا لا خلص سامحك. ممكن؟ ايه ممكن. كسر لي السنة. ممكن. تعال صافح معه، سلم معه. ده كسر لي السن. ممكن هلا بدنا هي بالمد بالضحك يعني. خلص سامحته؟ قل له مسامح. خايف ليه؟ سأله خايف. استاذ جورج انا اللي عارفه. طيب خلص سلام، يلا تعال سلموا على بعض، سلموا على بعض. بدنا نسأل يوسف. يوسف سامح. شكرا يا استاذ جورج. انت وثقت فينا وحاولت، حاولت قد ما فيني. تعبني، بدك بالصراحه يوسف تعبني.
والله بس هذا دليل على نقاوته وعلى قلبه الطيب. على كل حال هلا مش هنحكي بالماضي، تتعاتبوا بين بعضكم على الماضي، ولكن فكروا بالمستقبل. ومثل ما وعدتنا بالنسبه لنوال، انا معزوم على الخطوبه ولا لا؟ مرحبا. ها؟ ان شاء الله. خلاص؟ ما ان شاء الله. ان شاء الله اول خطوبه ان شاء الله. انا معزوم في العرس. طيب الحمد لله على السلامه. لما ان شاء الله تجي تلقى السنه الثانيه بتكون والله أنا والله العظيم انت بتكون شلت له اسنان باقيين؟ ممكن واحده؟ تفضل مقاس واحد احسن. ما هو تحط له وجبه تقول له والله وجبه والله وجبه خير. خلص على كل حال، خلص هيدا الايادي والعنف ما بيحل المشكله. الحمد لله انتهت على ما يرام. انا بتمنى لكم التوفيق وترجعوا سوا بالطائره مع بعض الى المغرب. تحياتنا للاهل جميعا. والى نوال بشكل خاص تحياتنا للاهل. يوسف يلا خلص مالك بعد اذا بدك تزعل انت وياه بنرجع بنسكر الستار. الحمد لله الحمد لله خلاص اتكلنا على الله. وعد شرف وعد شرف تمام ان شاء الله. يلا امشوا سوا الله معكم. شكرا. مش معقول يعني متعبة القصة. على كل حال أنا بعتقد عم بيهزر عم بيمزح بقصة إنه يكسر له السن الثاني. خلاص انتهت المسألة وراح بيرجعوا حبايب وبيرجعوا بيتجوزوا وسيرزقون بالبنين والبنات. وإلى اللقاء في قصة جديدة مع المسامح كريم.